لسه مع حضراتكم موجودين في قسم الهندسة البيئية والمعامل بتاعته. دكتور تامر سمير هو المسؤول عن هذا القسم، منورنا. نور حضرتك. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ أنا دخلت من شوية معمل من المعامل وده معمل تاني. إيه المعمل ده بقى؟ المعمل ده زي نموذج صناعية مصغرة لبعض الأجهزة الطلاب بتوعنا المفروض يشوفوها في الصناعة. طبعاً من الصعب جدا نطلب من الطلبة يدرسوا الحاجة في الصناعة مباشرة، بالتالي احنا بنجهزهم للكلام ده، بيدرسوا المادة العلمية، ممكن كل المعامل على مستوى تيست تيوبس الصغيرة والبيكرز، بعد كده يشوفوا الأجهزة الصناعية. هي ده مثال لجهاز تقطير موجود في المصانع الكبيرة بتاع تقطير البترول، تنظيف الغاز الطبيعي، الأسمدة، يشوف هنا بيفصل من المواد المختلفة ويشوف الكلام ده قدامه ويتحكموا في تأثير الحرارة والضغط وي على التقطير نفسه، بالتالي بيشوفوا اللي هم درسوه قدام عينيهم على مقياس، بس بيبقى أصغر. أصغر من الصناعة طبعا، بس أعلى من اللاب. من اللاب، وعليه لما يجي بعد كده يخرج للمصانع الكبيرة والمعامل الضخمة اللي تبقى في الشركات ما يبقاش مصدوم، ما يكونش مفاجأة. بالظبط، شاف حاجه بين اللاب التست تيوب وما بين الحجم الصناعي. الحجم الصناعي حاجه بينها. عظيم جدا. طيب الـ الاجهزه دي انا خدت بالي اولا مكتوب عليها بالالماني وحاجات زي كده، واضح ان هي معموله في هامبرج او جانت او مش عارف بتتنطق ازاي، هامبرج جزء المانيا كلها الى اخره. فعلى ما يبدو دي كلها حاجات جايه باعلى تكنولوجيا ممكنه. يعني اقول ان الاجهزه دي ندعي ان بيست ماي نوليدج ما فيش زيها في مصر في اي جامعه تانية. مفيش نفس المستوى دي في اي حته في مصر تاني. حلو قوي. الجهاز ده جهاز تقطير. طب انا بس عشان هشرح عشان افهم حاجه، انا ملاحظ ان انا درجه الحراره تتراوح ما بين 90 و91 وهنا 86، دي حراره ايه ودي حراره ايه؟ يعني دي حراره الغليان يعني تحت هنا، ودي الحراره فوق بتاعه الكوندنسر المكثف فوق، بالتالي حراره فوق اقل شويه من الحراره تحت. عظيم جدا، كويس. لو زودنا واحده الثانيه هتزيد بالتبعيه، بس في فرق على طول لازم. طيب يمكن ده كان حديث كده استهلالي على مسألة التخصص بتاع هندسة البيئة. يعني بالتأكيد أنا وأنا بتكلم مع مسؤول هذا القسم في جامعة كبيرة جدا، هي نمرة واحد في مصر ونمرة 10 على المستوى العربي في تخصصاتها حتى الآن، ولسه احنا عمرنا من سنة 2013، فده في حد ذاته إنجاز. هندسة البيئة الدور اللي بتلعبه إيه ناحية مصر والمنطقة ثم العالم؟ هل تصوراتي سليمة في انه الدارسين والباحثين هنا يجدوا حلول لكل الازمات المتعلقة بتعامل البشر مع البيئة؟ طب خليني اذكر نقطة الاول، يعني هندسة بيئية. هندسة بيئية هي مزيج من الهندسة الكيميائية، هندسة المياه ومعالجة المياه ومعالجة الصرف والعلوم البيئية المختلفة. حلو. المزيج ده بيدي الطالب اللي بيدرس الكلام دوت نظرة شمولية أكتر للنظر للمشاكل البيئية، بالتالي عنده قدرة أن يخترع أو يجيب حلول أكثر ابتكارا. جميل. تمام. الهندسة البيئية زمان كان يقال عليها هندسة معالجة بعد الفعل، يعني بعد ما حصل المشكلة نحاول نعالج ندفع فلوس. صحيح. دلوقتي المعالج بقت طريقة التدريس إزاي تفكر من الأول تمنع حصول المشكلة. بالتالي الطالب بيدرس بنفسه، أنا بصمم جهاز، طب لو حصل كذا هيحصل إيه؟ تأمنع الكلام ده إزاي؟ بالتالي مش محتاج أعمل المعالجة في النهاية أو أقل تأثيرها والفلوس المدفوعة فيها طبعا. بتعتقد دكتور تامر تنافسية قسم الهندسة البيئية في جامعة ومدينة زويل قد إيه أمام كليات وتخصصات مناظرة مش بس في المنطقة ولكن في العالم؟ طبعا هقول لحضرتك حاجة الأول، الطالب بتاعنا بيتخرج سي مثلا عدد معايد في السنة سي 20-30-40، احنا عندنا التلت بياخد سكولارشيب دايركت في امريكا وكندا. دايركت معنى كده سكولارشيب كاملة 100% 100% كاملة من بره، معنى كده ان لقوا الكواليتي بتاعتنا مناسبة ليهم. طبعا دي اول حاجة. انا لسه من اسبوعين ثلاثة جايلي يعني زي ايميل من شركة استشارية كبيرة في مصر بتطلب خريجين مننا، جربوا قبل كده لقوا وعايزين تاني. حلو. يعني بقالنا 10 سنين الجامعه، خرجنا احنا هنا حوالي 4-5 دفعات من سيادي كامس دفعه ولا حاجه. سمعتنا الحمد لله ظهرت الحمد لله. بالتالي الطريقه الجديده في التدريس مع مزج العلوم مع الهندسه مع مساعده الطالب على الابتكار بقت تبان في مستوى الطالب الخريج عندنا.
وعليه أقدر أقول إن أنا عندي هنا قسم هندسة أو هندسة بيئية زيه زي الأقسام اللي موجودة بره، وما هي إلا مسألة وقت حتى يبقى منافس شرس. أنا هزعل حضرتك حاجة صغيرة، إحنا كنا نعمل اعتماد البرنامج من كام شهر، اعتماد الإيبت الهيئة الأمريكية بتعتمد البرامج المختلفة، الإيفالويتور الجاي يحكم البرنامج بتاعنا، كنا بيبص على المعامل، بيبص على أوضة التدريس، يقعد مع الدكاترة مع الطلاب وي. قال لي كلمة واحدة، أنا هو جاء في أمريكا، يعني هو دكتور أمريكي جاء في أمريكا، قال لي أنتوا عندكم في أجهزة المعامل بتاعتكم مش عندنا زيها في أمريكا، بعض الجامعات بقيتهم مش عندهم نفس الأجهزة زي ديت. دي كلمة نشهادة نعلقها عندنا الحقيقة. طبعا طبعا ده يدل احنا وصلنا لفين في عدد سنين قليل، ونتمنى الموضوع يكبر مع الوقت وهيكبر باذن الله. هيكبر باذن الله بجهدكم وباخلاصكم. وانا بشكرك جدا يا دكتور، بالتوفيق باذن الله. طبعا هي دي كده مبروك متاخره، يعني كذا سنه، يجي 5-6 سنين، لكن هنقول لكم مبروك باذن الله بعد ما تاخدوا الاعتماد الكامل، ويمكن ربنا يكتب لنا العمر ويبقى في حد من خريجينا هنا يحصل على نوبل، فساعتها بقى هتبقى حفله كبيره باذن الله. ان شاء الله باذن الله. اشكرك يا دكتور تامر.